رئيس البلد مع الياس وغسان الرحبيني. بحديث البلد. أهلا فيك. الياس الرحباني، أنت من آخر العمالقة اللبنانيين اللي أعمالهم حفرت بالذاكرة الجماعية للبنان والبلدان العربية، واليوم عم نستضيفك مع غسان لنحكي عن الليلة اللبنانية الوحيدة اللي رح تحيوها بمهرجان جوني ب2 تموز الجاي ضمن الياس رحباني إن كونسرت، واللي سبق وقدمتها مع فرقتك الأوركسترالية بقطر ودبي بنجاح باهر. الياس الرحباني بجوني رح يكون معك على المسرح 65 شخص بين عازف ومنشد تحت قيادتك، من ضمنهم انت غسان رح تتولى العزف على البيانو ورح تقود الاوركسترا بمقطوعة كلاسيكية وحدة. قديش اليوم اجتماعكم سوا في دمج لموسيقتين ولجيلين يمكن البعض بيعتبر انه صعب يلتقوا؟ ما رح اقول لحضرتين لانه انت ديجا دمجت حضرتين. لكن رح اقول لك شيء، الجمال يتحد بالجمال، اذا عنده جماليه الانسان بتفوت الجماليه الثانيه، ما في ابدا اشياء تقولي هاي او لا لا يا حني، ما في اطار ولا حي الله جيل يعني. لكن بدي اقول لك انظري الى السماء بالنهار او بالليل لما بتشوفي نجوم، في اجمل من هيك؟ صح. ما في شيء بيعتق اذا حلو. صح. فاذا النغم لا يشيخ ولا يموت، يبقى في التاريخ، وكل اللي بيحكوا على التلفزيونات هلا حياتي مش من شيء، بدون قلة فهم، مش انه عاملين انكيت، منا فهمني الوضع. والميلودي هي الاساس اكيد. نحن اصلا انا بسميه الياس رحباني، خلينا نحكي الياس رحباني الوالد. صح. هو كثير افانغارديست. صح. وكثير مودرن. صح. وهو بلش التقنيه بالشرق وجاب السنتيسايزر على الشرق ب 73، ما ضل صحافي ما قام ضده. بعدين بعد ما تطور علمنا هندسه الصوت انا وخيي وكل شيء، هو اللي علمنا كيف نشتغل على الكمبيوتر بالصوت. مشان هيك نحن ما عنا اختلاف لا بالعقل لا بالتفكير بالحياه، كيف بيشوف السيارات، كيف بيشوف الجمال، كيف بيشوف الموضه، كيف بيشوف الموسيقى، كل البنات شيء. البنات البنات هذا اهم شيء، هذا اهم شيء. بشوفهم انا، بشوفهم هيك من هيك هيك بشوفهم انا مخبص. انت فيك تشوفهم دغري؟ بشوفهم انا ونايم بشوفهم. بنشوفهم كل الوقت عم نشوفهم. الياس وغسان الرحباني، خلينا نسمع مع المشاهدين جزء كثير صغير من الاغنيات اللي نطرتهم بجوني بهالكونسرت، شو رايكم؟ اوكي. ايه شو؟ اوكي نسمعهم. اوكي نسمعهم. عم بحلمك يا حلمي يا عيون السود يا ليل وما محدود، قتلوني 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 عيون السود، قتلوني عيون السود يا ليل وما محدود، قتلوني 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 عيون السود. ابني عم تكبر من يوم ليوم، سهرة ومحروسة بسيوف النوم، ما خلو شعف خضرا انتو عمينا نحنا جايين
هول الاغاني اتاخذوا من حفله تبع قطر ودبي لايف هني هودي لايف باصوات الفنانين والفنانات اللي كانوا معنا بحب حييهم اشكرهم وقول لهم مرحبا ونقول لهم ونقول اسميهم هن الفنانه باسمه صح والفنانه رانيا الحاج والفنان جيلبير جالخ والفنان جوني عواد اللي بغني اوبرا واضافه الى لهم بلبنان رح يكون معنا اطلاله للفنانه باسكال صقر والفنانه كلوديا صغيب هودي هن اللي عم بيغنوا كل اغاني الهيتس تبعهم والفنان غسان رحبانك انا رح اضرب بغنيه وحده هيدي ونقول لكم نحن مين تبع البيئه بيكونوا حضرتوا عم بيد الاوركسترا والاوركسترا كلها عم تعزف رح نكبرها هي معموله روك رح نرجع نكتب لها توزيع للاوركسترا اوركسترالي اوركسترالي هيك بيقولوا الفنانين ايوه مع صوت هذا وبعدين انا رح احيد اوركسترا بمقطوعتي الكلاسيكيه وحده دبي بس انا عازف عادي على البيانو مع الفرقه بكل تواضع هلا اللي بدي لك انه بدنا نشكر انا عن جد بحرص كثير عن اشكر مهرجانات جوني لانه بدنا نشكر الاستاذ سيد نعمه فريم مدام توزينا وسيد فادي فياض يلي هن اخوه لنا ونحن وياهم مثل عائله عم نشتغل وعن جد هالجماعه كثير يعني كل سنه كل سنه بيعملوا العجايب كثير كثير ديفوتد لشغلهم بشكل بروفيشنال كثير فمن هالمنطلق عم بيحيوا المنطقه وعم بيحيوا كل فيستيفال عم بيحيي منطقه بلبنان وهذا الشيء حلو لنا دعايه منيحه للوطن وللسياحه وللمسرح ولكل شيء وان شاء الله هلا نحن الاوركسترا كلها بنشكرها كلهم والتقنيين اللي معنا الكتار لان عددهم كثير كبير نحن يعني تقريبا 65 واحد على المسرح فمن هالمنطلق نحن بندعي اللبنانيه ب 2 تموز لو 2 جويي 2 اوف جولاي 2 يوليو اذا بعرف في لغه يلاقونا هاي الليله الوحيده رح تكون ورح يكون ملعب الفوتبول ناطرهم ملعب كبير ملعب فؤاد شهاب ومن شان اقول لك بس كلمه بالتركي قشدن دارا لا قرا شو هي؟ بالتركي تشكرات تشكرات شانس كبير اليوم لللبناني ولكل المغتربين اللي بدهم يجوا هالصيفيه انه يحضروا هالمجموعه الاغاني بقيادتك بوجودك بمساهمتك غسان يعني ويرجعوا يرجعوا هالريبرتوار اللي بياخذ موسيقى قديمه استاذ الياس موسيقتك القديمه اللي موسيقى بلا اغاني كمان انسترومنتز فيك هذا شيء حلو كثير الياس وغسان الرحباني لنعرف اكثر كيف كانت اجواء حفلاتكم بقطر ودبي خلينا نشوف سوا هالمقتطف منا بس حتى نقدر نشوفهم بدنا اثنيناتكم سوا يعني اوركستراليا تقولوا بلاير باسم بدك تزبط سوا تطلع بكاميرتك المضويه احمر بلاير باسم دو تروا بلاير باسم مش الحال Oh,
خلنا لهم الناس يشوفوهم بقطر وبدبي. اليوم نطرن الكونسرت الثالث بجونيا، فأكيد ما لازم يفوتوا. بدي أفسر ليش أنتوا هلا أنا قلته، لأنه نحن رح نستفيد. لا بحديث البلد، نحن بحديث البلد نعمل هيك دغري، بينقل شخص ما بحس على حاله. بدنا نستفيد من وجودكم حتى نعمل فقرة أقرب الناس ونكتشف قديش أنتوا بتعرفوا بعض منيح. وهلأ فقرة أقرب الناس. لنبلش هالفقرة بدي أطلب من كيتي أنها تجيب الأردواز وتحطهم قدامكم مع الإقلام، وبدي اطلب منكم انكم تجاوبوا بثلاث ثواني، يعني كثير بسرعه، وبس تجاوبوا بتمسكوا الاردواس بتحطوها قدامكم. انا بمحكي حتى نقدر نشوف على الكاميرا. جاهزين؟ جاهزين. حاضرين؟ هيك هيك كيف؟ اكزامان. ايه دروب كويز، دروب كويز. شو احلى غنيه عند الياس الرحباني؟ احلى غنيه ما تقول ما فينا بدك تكتبها. بدك تكتبها. كبر خطك. إيه؟ بلا 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 رشد. رح تكبر هلا. كبرها بتكبر، صغيرها بتصغر. يلا اكيد. بس عم يسبقك غسان، عم يسبقك. لا عم بيقول انه ما عنده غنيه محدده، كلهم بحبوه. بس حتى احط وحده من اجمل الاغاني اذا بدك. شو القصه يا استاذ؟ عجوة تنزيم تنزيم قول احنا صعب علينا ابوتر صعب. هالشيء هيك جريل هيك واحد جيرل اوف انا حاضره اوكي برافو عليك على الوقت. اوكي يلا اوكي ياسين ياسين اللي رح ترجعي لي اللي انت عملتهم، بس نحن كان عم نسال عندك بالمطلق مش اغانيك انت. Girl of Ipanema. Girl of Ipanema. Yeah. Ipanema. انا هي بحبها، بحب مثلا كيوريستي دو نو زامو، كيوريستي دو سي بوجو مثلا. اكثر شيء بينزعج منه الياس بغسان. اوه بس بده يحط شغله واحدة لانه يمكن يكون في كثير اشياء. بدك تنقي واحدة استاذ الياس. سوري يعني مش ايه ما رح نقدر الوقت. شو بيزعجك شيء عادي يعني؟ لا هي بالعربي هيني الاك الاك. لا خش تقيل ببرم. لا خلاص ما بقى تنقي المشكلة. يلا انا دو تروا وكان كتبها اوكي. يا حبيبي شريط يلا. اطيب اكله للياس من ايدين مرته. زنود الست حم. هذا شو حمص بليله ومثل جنب مطبل. جنب مطبل احنا مع بعضهم اولاد عام ينزلوا مع بعضهم على الطاوله وتعيناتهم كثير طيبين. بدك تسلم لي مش رح ملاحظة ملاحظة بيوجهها الياس لدليدا زوجة غسان. عشت حلفي شيء عن الاولاد، شيء عن تربية الاولاد، شيء عن غسان، شيء عن هلا موضوع الكنة صار صعب. كثير ايوه. اوكي اوكي ما تغنجي الاولاد كثير وانتبهي على غسان ما ياكل. وانتبهي على غسان ما يضل يفكر بالاكل لانه حتى باجوبته في اكل دائما. اوكي اخر اتصال بين الياس الرحباني وفيروز. بدك تكتب اثنيناتنا؟ ما بعرف عم تتصل تقريبا. بس ما قال لك؟ عم تحكيها بالمخفي؟ لا شهر شهرين في اتصالات اوقات اذا ما ردت بنعتبره اتصال، لو ما ردت لا يا ردت لازم تكون ردت. ما بعرف يوم ويومين وجمعة شهر وشهرين قديش؟ عم بتصغر الخط. صحيت عندك يوم ما فيك تعرف ما فيك تقول يوم يومين شهرين. يلا
من سنة وشهرين. من سنة وشهرين، قال شهر وشهرين، ده كان أطول من ما اتفق. لا غنية غنية، شهر وشهرين. يوم ويومين وجمعة يا حبيبي. شهرين. من سنة وشهرين آخر مرة اتصلت بسنة. مش قليل. من زمان. أيمتى أكثر مرة كان الياس الرحباني حديث البلد؟ أيمتى أكثر سنة؟ أكثر. إيه أكثر مرة. أكثر مرة كان حديث البلد. أكثر فترة. بدي أقول لك. بدي أقول لك. كتيبة كتيبة، لأنه بدنا نشوف إذا أنت وغسان رح تجاوبوا نفس الشيء. لا تكتبها. أي سنة؟ ليه ما بتكتبها أنت؟ لا ما عم يكون عم يخدمني. طيب عصبي حد وعم بيعمل معه منيح. في اليونان 1969 كنت حديث البلد، او باليونان 1969. اه مزبوط. بس هي كانت اول مره بالشرق بشوف شيء انه 50 دوله واوركسترا سيمفونيك، وانا مش عارف انه رايح اربح، رايح مبسوط انه رايح على اليونان. بعدين طلعنا على هالدول، كان اول انجاز واول نجاح. وسوبر ستار كنت اكيد توك اوف ذا تاون. الياس غسان الرحباني، بدي ادعي كل المشاهدين انه ما يفوتوا عليهم هالليله الاستثنائيه الاربعاء 2 تموز ضمن مهرجانات جونيا 2014 مع الياس الرحباني وفرقته الاوركستراليه وابنه غسان واجمل الاغاني والالحان الخالده و حضورك اكيد بيشرفني، واكيد باقة من الفنانين والموسيقيين. بدنا نشكر الام تي في على الحمله الاعلانيه اللي عم تعملها. ميرسي لمسيو ميشيل ومسيو جيهان ومسيو جابي ولكارول وكارل وكلكم، ومرسي لكم. يعني هيدا اقل شيء فيها تعملوا الام تي في مع مبدعين الكبار اللي عن جد احنا كلنا بنشوف حالنا فيهم.